يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن من حفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث يجب عليه دعوة الناس استدلالا بحديث بلغوا عني ولو آية، هل هذا القول صحيح أم لا بد من تعلم العلم الشرعي بأنواعه ثم يا أخي؟ لو حفظ القرآن كله وحفظ الأحاديث كلها ما بقي منها شيء، لكن ولا يفهم معناها لا يجوز له أن يفسرها ويبين للناس أن جهل. نعم يبلغهم إياها نصوصا، يحفظهم إياها، يقرأها عليهم، وأما أنه يشرحها لهم ويفسرها لهم وهو ما يعرف، هذا لا يجوز، لا يجوز له هذا. فالتبليغ على قسمين، تبليغ نصوص وتبليغ معاني. تبليغ المعاني هذا للعلماء، تبليغ النصوص هذا للحفاظ اللي يحفظون القرآن أو شيئا منه أو الأحاديث، يقرؤونها على الآخرين ويحفظونهم إياها فقط ولا يشرحونها لهم. نعم.